اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. اهلا بكل مصر، اهلا بحبايبنا، اهلا بكل الناس اللي موجوده حوالينا، اهلا بكل العرب اللي موجودين جوه مصر. زي ما وعدناكم ان كل يوم تجربه جديده بشكل مختلف. تجربه النهارده بتاعتنا هتكون عن الصبي او ماسح السيارات. هل هتقبلوا ان ماسح السيارات يتضرب من انسان معاه عربيه وتسكتوا عادي ولا تتدخلوا؟ ده طبعا اللي هنشوفه مع بعض في تجربة النهاردة. يلا بينا نشوف التجربة وهنرجع لكم تاني. ساعدني يا باشا بالله عليك. بس يا بابا امد يا بابا. على الله يا باشا، على الله يا باشا. الو يا ابني يا باشا. سلام سلام، هكلمك بعدين. يلا بابا مش ساعدني بالله عليك، مش بس عشان متصل العربيه، اي حاجه بس العربيه. يلا يا بابا، يلا بابا، بس يا بابا بعيد بعيد يا بابا. يلا بابا ابعد، اي حاجه النبي على عبد يا ابني. بس يا ابني ايه القرف ده؟ ابعد يا بابا، ابعد يا بابا. بالله عليك يا رب عمي، يلا امشي بقى يا عم. يلا يا عم امشي، مفيش اي حاجه لله. لا يا عم اطلب بالله عليك، اي حاجه بقول لك، ما توسخيش نفسك، اي حاجه لله. ها اي حاجه لله يا رب. الله عليك يا ابني، طب اصلنا العربيه، انا استلك على النص كلها ما اعرف يا ابني. انت مالك انت؟ ان انا مالي يا عم؟ حرام عليك يا عم، انت عشان بتركب عربيه يعني متلك على نفسك وتشكر؟ كلها ما اعرف يا اخي، ماشي كلها ما اعرفاتها بفضل. ماشي يا عم نزل ايدك، ايه اللي بتعمله ده؟ نزل ايدك يا عم، ايه يا عم نزل مالها؟ مش عارف ايه يا عم، انا ما عندي على بتعمل ذوق يا عم. خليك يا عربيه يعني بتشكر بيها يا بابا. انت اهو يا عم تحبس مين؟ انت فارغ. يلا يا عم امشي يا عم، حرام عليك ما تتلكش على الناس. انت صافي اه، انا مش هكلمك. سيبوه خلاص، انا ما اعملكش بقى، خلاص احنا مش هنعمل له حاجه خلاص. يلا بابا مالك يا بابا انت؟ يلا بابا يلا خدها امشي. ده عبيط ده يا ابني، انت مالك؟ انا كلمتك اوعى يا بابا. ماشي يا عم، طب انا مش كده، مش كده يا عم. ده عبيط يا ابني، انت هو ده عبيط يا عم. عبيط ايه ده اللي مقرف ده؟ ده اللي مقرف يا ابني، عمال يوسخ في العربيه من بدري، عمال يوسخ في العربيه. طب عربيتك ماشي يا عم، انت بتتكلم عليه يعني؟ عشان معاك عربيه، خده وامشي. يلا طب يلا اركب، يلا اركب عربيتك يا عم. يا عم خد بعد اذنك. يلا بابا تاخد الناس العربيه، خلاص والله العظيم يا رب. يلا اركب عربيتك انت، يلا بص جاي انا عند العربيه. يا عم مش غلبان ولا ايه؟ انا عند العربيه بتستنك على بس عربيتك يا عم، بتستنك على ايه؟ اركب عربيتك وامشي. هيوسخ العربيه يا عم، امشي يا عم. عليك يا عم، يلا عم بكبر بكبر.
لو كان عندك على العربيه اركب العربيه كنش يلا 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 بعد عن العربيه ماشي ما تقولوش ابعد ما تقولش عليه والله معاه عربيات والله اركب يلا طب يلا خدها ماشي يلا ماشي انا اركب عربيه طب يلا 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 اركب عربيه كنش يا ابني ما في الناس تعرف برضو تاني يا عم ماشي يا استاذ ياخد منها حته اركب عربيتك كل طيب ماشي يا عم طب يلا يا عم امشي ماشي اوعى اهو بص قلت لك يلا يا بابا امشي يا عم قلت لك امشي يا عم يلا يا عم امشي يا عم عمال اوسخ العربيه من بدري يا عم عمال اوسخ العربيه من بدري اهو بص شايف بص شايف بيعمل ايه ماشي اركب عربيتك كل قلنا لك اركب احنا هنركب احنا هنركب ماشي اركب يلا يا عم انتوا ملمومين عليه ليه؟ في ايه يا عم؟ انتوا ماله ملمومين عليه ليه؟ بيضربوا الشحاته عشان مين اللي بيضربوا الشحاته؟ اهو ثانية واحدة يا عم ثانية واحدة بس خلاص ما تكونش ثواني يا عم انت راجل غلبان ثواني ثواني يا عم بس حرام عليك مالك وماله اوعي حرام عليك ده مورد عمال ايه؟ عمال يا عم خلاص اركب عربيتك يا عم اتكل على الله يلا يا عم اركب يا عم شمالك ماشي اركب عربيتك يا عم ده راجل غلبان بتعمله ده اركب عربيتك يا عم ده غلبان حرام يا اخي اركب العربيه قلت لك ثلاث مرات تيجي جنب العربيه ثاني اركب العربيه يا عم مالها العربيه اركب يا عم عربيتك يا عم العربيه يعني ايوه العربيه اديته لله عمال برضه يا عم ده غلبان يا عم في ايه على الله يلا يا عم امشي يلا نسب عليه ماله عملك ايه ايه عربيتك ايه اركب يا عم عربيتك يلا طب يلا بعد هنا بقى يا عم انا خليته اركب يا عم اركب العربيه يا عم اركب العربيه اركب العربيه ده غلبان ده يا عم انا عارف ان هو غلبان يا عم ده مالكش دعوه بيه ما ينفعش كده اركب ماشي اركب بس عشان انت معاك حريم يلا يا عم عمال ايه امسح في العربيه من بدري اديته حاجه لله ما تجريش على الغلبان يا عم ما تجريش على الغلبان يا عم في ايه ما تفتحش نفسه يا عم علينا يا عم الراحه يا جماعه يا عم اركب عربيتك يا غلبان ده يا عم انا مستني اجيب حاجات من هنا اركب العربيه اركب العربيه انا اهو مستني اجيب حاجات من هنا ما تفتشنيش عليك ما تستنيش امد ايدي عليك بس يا نسا فيها نسا بقول لك ايه طالع عربيه نسا هو ما تستناش بعد اذنك لكن مستناش بعد اذنك ماشي يا عم احنا ماشي يا عم العربيه يلا بعد اذنك اركب العربيه اركب العربيه محدش له دعوه بيه محدش له دعوه بيه عشان غلبان يعني ولا ايه ده عند ربنا اشرف منه وانت تعدي عند ربنا يا هو يا ابويا انا مالك اركب العربيه يا عم اركب العربيه يا عم اركب بص الكاميرا كده يذيع برنامج رياكشن هيذيع في رمضان اقسم بالله انا بقولها لك اهو قدام الكاميرا انت مش عارف منك انت مش عارف منك يا شباب وزي طبعا ما شوفنا مع بعض احنا اتضربنا قد ايه. مفيش حد بيسمح ان بني ادم يتضرب مهما كان، مهما كان هو كان عامل نظافة ولا حتى فراش ولا ماسح سيارات، لان في الاول وفي الاخر كلنا بشر، وممكن يكون عامل النظافة ده احسن مني ومنك. فحاولوا تعاملوا بعض كويس، الموت ما بيفرقش بين غني وفقير، وكل سنة واحنا طيبين.